مين المسؤول ان يحصل لنا محسن كده؟ طب تعالوا نشوف مين اللي تولى مسؤولية التعليم في مصر لحد ما وصلنا لمحسن. وزارة التعليم زمان كان اسمها وزارة المعارف، لأن المعرفة بكل أركانها هي التعليم، التدريب، التكنولوجيا، والثقافة، والبحث العلمي، هي اللي ممكن تقوم بلد على رجليها، مش التعليم بس. كان وزراء المعارف زمان منهم علي باشا مبارك، عارفينه ولا انزل لكم؟ عارفين علي باشا مبارك؟ انتوا مش عارفين علي باشا بس عارفين التاني، ها؟ رائد تعليم الفتيات، مش عارفينه؟ قوم يا محسن اخرج بره، انت عادتهم كلهم يا بابا. ما علينا، كان راجل عظيم، وبعد كده وزير معارف شاعر، محمود سامي البارودي باشا، رب السيف والقلم، مش عارفينه؟ أنتيم عرابي من الشلة دي، عارفين أنتيم والشلة، ها؟ شاعر عظيم، كان راجل وشاعر عظيم، مسك نفس المنصب سعد زغلول، أظن ده عارفينه. لا مش محطة المترو، لا الزعيم سعد زغلول، زعيم ثورة 19. وبعدهم قامات كبيرة بعد كده مسكت وزارة التربية والتعليم، أحمد لطفي السيد اللي ترجم أرسطو، الدكتور محمد حسين هيكل بتاع رواية زينب اللي اتعملت فيلم، إيه أبيض يا حلاوتكو، عبد الرزاق السنهوري باشا أبو القانون، مفيش برضه؟ اللي أسس جامعة اسكندرية وجامعة محمد علي، تعال شوف أحفادك يا سنهوري. والعظيم الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي اللي قال التعليم كالماء والهواء، الله يرحمه ما كانش يعرف إن التعليم دلوقتي لا مية ولا هواء. كل دول كانوا ثمرة عصر محمد علي. اوعوا تقولوا لي بقى مش عارفين محمد علي. لا مش محمد علي الشارع، لا محمد علي اللي أسس أعظم نهضة إدارية في مصر، وده ما كانش متعلم بس اهتم بالتعليم عشان يعمل ثورة إصلاح في مصر، مش يعمل لنا محسن. بعد كده ناس كتير مسكت نفس المنصب، منهم كتير مش فاكرين أساميهم لأن المنصب أصبح مجرد وظيفة إدارية يمسكها محامي، دكتور أطفال، حتى مدرس ألعاب، كل واحد يجي يجرب فينا تجربة، وتتلخص إنجازاتهم في إن واحد يشيل سنة ستة ويجي اللي بعديه يرجعها، واحد يخلي ثانوية عامة سنتين ويجي اللي بعديه يرجعها، ولا يجي ونخليها علمي ولا أدبي ولا نعمل ميكس جريل. آدي تطوير حال التعليم دلوقتي في مصر. بيكش